مساكم الله بالخير يا الربع. انت عيبكم بالاختراعات. شوف ذا اذا رحت يسار يلحقني، شوف قوي. اذا رحت يمين اختراعات. حنا في ايفا برلين، حنا في عالم التقنيه والاختراعات الجديده. قبل فترة طويلة كان في عمل تنموي القوي في افريقيا، فكانت البيوت في افريقيا تقوم على جهاز واحد. الجهاز ذا جاء نقاش سوالف بيني وبين شركة قوي وابو بشير حول الجهاز ذا وليه ما ينزل في السوق المحلي، فطوروا جهاز يقوم بيت في افريقيا. كيف وش ممكن يسوي في طلعتك ولا في رحلتك؟ هذا الوحش يا الربع. هذا جهاز تشحنه في ساعتين ساعتين ونص، لانك تشبك سلكين فيه، سلك واحد تشحنه في 5 ساعات. فيه 150 الف امبير، 150 الف في الجهاز ذا اللي معك. تشيله معك في كشتتك في طلعتك في دنياك. فيه منفذين 1000 واط المنفذ. شفني عاني شابك فيه الشاحن، شابك فيه لمبة، وفيه منفذ ثاني عندك طال عمرك هنا. معليش بس الموضوع يطول شوي هنا، لان هذا وحش يا الربع. هذه هي المنافذ حقت اضاءتك، لمباتك ودنياك اللي في الطلعه وكشتتك وامورك. هذا المنفذ حق ولاعه السياره، تبي تشغل مواطيرك وامورك اللي تحتاجها موجود. علشان تشحنها ذي اذا عندك سلك واحد تشحنها في 5 ساعات، تشحن سعة تخزينية 150 ألف في 5 ساعات. بس إذا عندك منفذين شبكت هنا وشبكت تايب سي، التايب سي إذا إنه طبعا في ساعتين ونص إلى 3 ساعات بالكثير أنت شاحنها مفللها. الوحش ذا تقدر تشحن منه تايب سي، يو اس بي سريع، يو اس بي عادي، يو اس بي عادي، ما خلصنا. هنا سالفة، هنا تشغل عليها ثلاجة، تقدر تشغل عليها ثلاجة موجودة معك في الطلعة، فثلاجتك وين أخوك أمورك يطلع لك أوتبوت 1000 ويعلمك. شوف هذا كم 34% أقدر أشغل الثلاجة 3 ساعات، يعطيك كل شيء شابكة أنت فيه، يعلمك كم أقدر أشغله كم المدة، معطياتك كلها موجودة قدامك. أوريك بعض الملحقات اللي تقدر تستفيد منها من الجهاز العظيم ذا الوحش ذا. في الجهاز ذا وانا اخوك تشبك تلفزيونك عليه، سونيك، ثلاجاتك، تشبك جوالاتك تشحنها اللي تبي، وبين كم باقي فيه، تعرف اذا جاب يخلص، اذا باقي فيه شوي، اذا تبي تفصله. هذا وحش يا ربع، وحش. اذا انت راعي العاب في الجوال تلعب في الجوال وجوالك يحترق وشابكه في الشاحن والشاحن يخليه يحتر زود، انتهى الكلام ذا وانا اخوك. القطعه ذي ثلج الحين ثلج. شوف هذه طال عمرك تحطها على جوالك من وراء، جوالك يشحن ومثلج بارد. العب بنفس الكفاءه اللي انت تلعب فيها دايم. بعد اشبكه يجي مع سلك يو اس بي، طبعا هذه بعد مو منتجات قوي، كل شيء هنا اشبك سلك يو اس بي سواء شاحن عندك ويخلي جوالك ثلجه. يلزق طبعا مغناطيس، شوف الكل مشكله حل هنا يا الربع. المنتج الثاني يا الربع من قوي الابتكارات اللي قاعد تقولها، البمب ذا، خليني بعطيك مثال قرب. هذا طبعا تقدر تشبك في ولاعه سيارتك وتقدر تشبك كيف الجهاز ذا. الحين بنشر عليك ولا تبي تنسم وتطلع بر ولا تبي
شبكه. طبعا ما في بطاريه داخل هنا عشان ما تحطها داخل سيارتك وتحتر سبب لك مشكله. ابى اشغل. شوف قاعد يعبي. طيب ما ابي والله اعبي سياره، ابي اعبي دباب عادي، اعبي سيكل، اعبي كوره اللي ودك. واقدر احط كم الرقم اللي انا ابي اعبي فيه واشغل وهو بيعبي لين يوصل للرقم اللي انا ابيه. طيب شفت الاختراع ده اللي هنا؟ انت بتعبي بس انك في ليل، لا تشغل جوالك، شغلك الشاف موجود هنا بعد عندك، شغلك الشاف وكشف على عمرك وعب وشف كم امورك واصفط سلكك وحطه في شنطه موترك وخلصنا. شوف المقفانه الحين قبل لا تدور، شوف اذا شغلناها شوف المروحه دي كيف بتدور، وبعدها بدقائق ثلج ثلج في الوقت نفسه يشحن جوالك، تلعب جوالك بارد، طلع مو شرط تلعب، اي نشاط اي نشاط يخلي جوالك يحتر هذا يخليه بارد ويشحنه في الوقت نفسه. المقفان سعرها طال عمرك ب 199 ريال، 199 ريال 200 ريال. البومب ذا الاعلى مبيعا هنا، هذا طال عمرك ما في بطاريه، يعني تقدر تحطه في سيارتك امن، تحطينه في سيارتك امنه اذا نسب الهواء. ابد ايش بكفى الولاعه؟ في ولاعه سيارتك اللي عندك وعب. سنتين وانا اخوك، سنتين اذا خرب عندك ولا جت لي مشكله قوي يجونك للباب وياخذونه ويستبدلونه، يعطونك واحد جديد بكرتونه ويروحون. سعره 199 ريال. شفت الوحش ذا حق طلعتك ومكاشيتك واستراحتك؟ هذا تقدر تحطه حتى في البيت اذا والله ما عندك افياش قريبه موجوده عندك، اذا تبي منافذ قريبه عند سريرك، في الصاله، في المجلس، اشحنه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات على حسب كم سلك شابك انت، بيقعد معك 150 ألف. ذا سعره الله يطول في عمرك. بالماقفان بالبمب ذي كلبوها ب2000 ريال، هذا ترى مخيف. هذا انت اذا طلبته ب2000 ترى سعره في السوق، سعره في السوق حاليا 2500، تطلبه ما راح يجيك الا بعد شهر لانه ما نزل، ولا تدفع ولا ريال. ال 2000 ذي لا تدفع ولا ريال لين يجي، اذا جاء اعطهم فلوسهم. بعد شهر ما انت ماخذه الا ب 2005 سعرها اللي في السوق. هذا جهاز جبار ومخيف يا ربع، مخيف. وهذه بطارية قوي الجديدة 10000 ملي امبير. بوريكم هذه الايش الحين، ولا تشيل هم كيبل معك ولا شيء، ولا تقدر تاخذ حتى ميدالية. خلصت بلا تعقيد بلا وين وديت الكيبل، الكيبل موجود فيها وبشكل انيق ومرتب. تبي تاخذ الكيبل ذا معك وتحطه في مفتاحك موجود، يا تايب سي اشحن لك ايفون في. شوف مثلا عندك المنتج ذا، شوف حاجه استخدامه بسيط، جوالك قاعد يشحن حاليا، تبي تتابع فيلم، تبي في اي جهه تبي تخلي جوالك تخليه وطبيعي ولا عندك اي مشكله، تبي تفصلها ادق التفاصيل، المتجر ادخل وشوف اللي يناسبك، شوف اللي تبيه. على فكره ترى تقدر تشتري الكيبل ذا لحاله، تبي تحطه طال عمرك في جوالك، تبي تحطه في البطاريه، تبي تحطه في مفتاحك، تبي تثبته في مكان لانك دايم تحتاج كيبل فيه، موجود.